هاي الفيديو الثاني اكمالي للفيديو الاولاني، بما انه كنت انا بالي عم اصور وما طلع ما في تصوير، طلعت عم اصور مقطع صغير فقط. بس هعيد شو سويت على السريع. حطيت انا البطاطا هون بالمكنة اللي اشتريتها جديد. حكيت انه بس مخاوفي انا انه الكابل بيحمى هون كتير، خوفني صراحة، ما بعرف يعني مو نظامي، بس على التجربة بيبين معي هي فيها كفالة. اذا كان كمان في شي خطر بنرجع ما في مشكلة، بس حاليا عم اشتغل عليها ما صار لي يومين عندي، فبيجوز يكون امر طبيعي ما بعرف. انا سألت اخي يعني عنده خبرة فيهم، قال لي ما لازم يحمى هاد، يعني يصير مثل النار ويطرى هيك تحسي انه شو حيطلع معكم. فحجربها انا. سويت هلا البطاطا، انا هاي البطاطا بتجي متلجة، فحطيتها انا على العيار اللي قالوا لي عليها، بما انه هي مع كتالوج ما بتجي ديجيتال، هي بتجي سادة. فبيجي الكتالوج معها، فحطيناها نحن على العيارات اللي قالوا لي عليها من 15 ل 20 دقيقة. طلعت ما بدها صراحة دقيقتين بالضبط، بدها بتطلع خالصة، بتطلع البطاطا هيك مستوية ولحتى ناشفة شوي يعني. طبعا ما حطيت لها زيت ولا شي، مثل ما هي نزلتها وساويتها بالمكنة. بالنسبة حكيت لمنتجات تانية، طبعا سويت فيها فروج، طلعت فخد من الفريزر كمان متلج، بس حطيته هو لازم يفك عنه التلج، بهرته نزلته. المتلج اللي طالع من التلاجة دي يعني حطيته على العيارات اللي كاتبين عليها هنين، فما زبط، زودته شوي. بدي جربها ان شاء الله على دجاج يكون ماله مفرز يعني، وخبركم ان شاء الله بتطلع معنا كمان في فيديوهات بالمستقبل نحن عم نطبخ فيها، مشان نجربها ونقلكم عليها وتستفادوا من التجربة تبعي. اللي حابب يشتريها يا بنقلكم ايه على هلا هي قيد التجريب، وطعمتها مو طعم الموكل، طعمة المقلي، لانه بتعطيكم طعمة مشوي تشويشة، لانه هي فيها الاساس من فوق بتعطينا هواء سخن وبتساوي الاكل اللي موجود فيها. طبعا ما بتعطينا كميات كبيرة، يعني اذا عندكم عزيمة ما لو انه اوكي سريعة، بس ما بتعطيكم الكميات الكبيرة، فحتعطينا كميات صغيرة. وحاطين لكم هون قديش كله مكتوب هون، الوزن مثل ما انا شايفين وهدلول الشغلات اللي بتعملهم، طبعا كله ان شاء الله حنجربوا عليها، الوقت والحرارة وشو اللي بده يتحرك. بيحطوا لكم دائما شغلات صح مثل البطاطا، وعنا الزبيبه، البصل المتلج، طبعا هيك حطيت متلج، هذا فريش هذا فريش هذا فريش، انا حطيته متلج، وهذا كله متلج. ف مثل ما قلت لكم، بس انه انا الكابل بس اللي شاغل بالي، بدي قيد التجريب، والمكنه كتير حلوه، شكلها حلو، سهله التنظيف، يعني بس مسح شويه مي هيك وخالصين. بالنسبه كمان بدي لكم على منتجات ان شاء الله كمان انا شاريه، وبالفيديوهات القادمه بخبركم عنها وشو كانت، كيف كانت تجربتي فيها. وصلنا لنهايه الحلقه لليوم، حبيت احكي عنها شوي. بشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمه. طبعا هذا الفيديو تابع للفيديو اللي هلأ نشرته، لانه اتضح لي انه الفيديو مو كامل وما قدرت انشره. نشوفكم وشكم بخير ان شاء الله، فيديوهات جديدة، وتصبحون على خير.